بحزن وأسى عميقين استقبلت الأوساط الشعبية والرسمية بمحافظة حضرموت نبأ وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وبهذا المصاب الجلل انهالت التعازي للإمارات من جميع المكونات الحضرمية. نقدم تعازينا ومواساتنا القلبية في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل نهيان حاكم دولة الإمارات. تعازينا لشعب الإمارات ولشيوخ الإمارات والشيخ محمد بن زايد ولأقارب المغفور له. تعازينا لهم في وفاة قائد من قيادات الأمة العربية. فقد برحيله الشعب الإمارات والأمة العربية والإسلامية قائد رمز من رموز قدم الكثير من العطاء للإمارات وللدول العربية. يعني برحيله خسرت الإمارات وخسر العالم العربي والإسلامي أحد رموزه وقياداته. نحن في الجنوب نذكر بكل تقدير وبكل اعتزاز مواقف الشيخ خليفة ومواقف دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي هي امتداد لمواقف الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومدرسته. كانوا دائما إلى جانب الجنوب وإلى جانبنا، وخلال السنوات المنصرمة من مشاركتهم في التحالف العربي كان الإمارات بقيادة الشيخ خليفة دور كبير وعظيم. لذلك نتوجه بالتعازي لأشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، سائلين المولى تعالى أن يتغمده واسع رحمته وأن يسكنه في سيح جناته. المجلس الانتقالي الجنوبي بحضرموت ألغى كل الفعاليات الاحتفالية بذكرى تأسيس المجلس والمزمع إقامتها مساء الجمعة. إلغاء الاحتفالات جاء بعد نشر وكالة أنباء الإمارات لخبر وفاة الشيخ خليفة بن زايد. أمس في بيان النعي الذي أصدره الرئيس القائد إدريس قاسم الزبيدي رئيس المجلس، أعلننا الحداد لمدة 3 أيام وإيقاف كافة الفعاليات، فعاليات ذكرى تأسيس المجلس، وأيضا تنكيس الأعلام، وهذا أقل واجب نقدمه للشقة في الإمارات العربية وللراحل الشيخ خليفة بن زايد. كان الإمارات دور كبير في تحرير محافظة حضرموت من التنظيمات الإرهابية التي سيطرت على المدينة في السنوات الماضية. أيضا الإمارات العربية المتحدة دور كبير حتى على المستوى الإنساني، فقدمت الكثير من المعونات الإنسانية للشعب الجنوبي وحضرموت خاصة. وبمناسبة هذا المصاب الجلل نتقدم نحن في المجلس الانتقالي الجنوبي محافظة حضرموت بعظيم العزاء والمواساة إلى قيادة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة هذا الخبر الأليم. الشارع الحضرمي بمختلف مكوناته أعرب عن حزنه العميق لوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. مواقف ودعم الأشقاء الإماراتيين لأبناء حضرموت ستخلد في وجدانهم. لقناة الغد المشرق، أحسن بالبحيث، المكلا.